من مارسيليا خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية يضعنا في تفاصيل هذا اللقاء. خالد أهلا بك معنا. إذن اليوم لقاء بورن مع قادة التنظيمات العمالية وما إلى ذلك، ما الجديد المتوقع من هذا اللقاء بعد فشل لقاءات سابقة؟ نعم رعد، بعد التحية، خارطة الطريق كان قد وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مدتها 100 يوم تنتهي بعد الغد في 14 من هذا الشهر، وهو العيد القومي الفرنسي. أحد أهم النقاط التي كان وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيسة وزرائه إليزابيث بورن هو موضوع العمل، بالإضافة إلى عدة ملفات. أهم هذه الملفات هو ملف التعليم وملف الصحة وأيضا ملف الهجرة، بالإضافة إلى ملف العمل. إذن هذا اللقاء مع بعض من فيدراليات العمل والعمال التي تستقبلهم إليزابيث بورن بقصر ماتينيو يدخل في إطار هذا الأمر، وهذا ما تحدث عنه أوليفييه فيران بأنه بداية، هو المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية، بأنه بداية مستقبل العمل بفرنسا. وهذا الاجتماع سيضم عدد من الاتحادات العمالية وأيضا أرباب العمل والتنسيق ما بين هذه الاتحادات العمالية، من بينها السي جي تي التي كانت قد رفضت في الماضي أو قادت حملة في الماضي ضد الحكومة الفرنسية، وهذا ما صرحت به رئيسة الاتحاد أو الأمينة العام للاتحاد العام للشغل في فرنسا وهي سوفي بانيه بأنها ستحضر لهذا الاجتماع لتؤكد للحكومة بأن مشروع قانون التقاعد والذي سيدخل حيز التنفيذ في أول سبتمبر القادم لن ينتهي ولن تنتهي، ولكنها ستحاول الوصول إلى بعض من الحقوق المستقبلية وتقاسم الأرباح مع أرباب العمل في الخطوات القادمة. إذن نحن أمام بداية صفحة جديدة، ولكنها مع عدم إغلاق الصفحة القديمة ألا وهي صفحة الخاصة بالتقاعد وملف التقاعد. ولهذا صرحت سوفي بانيه بأن هناك اجتماع للاتحادات العمالية بنهاية شهر أغسطس قبل تطبيق أو دخول مشروع قانون التقاعد حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر القادم. نعم قرار ما سيكون عليه الوضع في الخريف القادم. خالد أنا أشكرك على هذه التفاصيل، وبالتأكيد صفحة قديمة وصفحة جديدة، بالتأكيد هنالك تفاصيل أخرى سنتابعها معك إن شاء الله في قابل الأيام. خالد شقير مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا، شكرا لك على هذه الإضافة.